صديق أجنبي قال لي أنتوا اللبنانيين من عجائب الدنيا، فيك تقلي على شو مختلفين تماما؟ اضحكت وقلت له على 5+5. صاروا حواجبه ورا راسه وفتح تمه لورا كتافه وقال كيف يعني؟ قلت له في ناس إذا سألت قديش بيساوي 5+5 بتقلك 10، بس في غيرهم بيقول الصبح بيساوي 10 وبالليل مثل ما الله بيريد. هلأ في غيرهم بيقول الصبح 5+5 بيساوي 10 وبالليل منشوف. كمان في عندك ناس بتقول يمكن تاني 5 ما بدهم يجتمعوا مع أول 5، هودي غير اللي بيقولوا بدك يجتمعوا أول 5 مع بعض وبدك تاني 5 يتفقوا على رأي واحد. الزلمة طف على قلبه وأنا بعدني عم بضحك لهلأ. هذا رأيي، فكر فيه.